هذا منزل احد المواطنين في منطقه الرميس العامره. هذا الشجره كلها راحت في المنزله. منزل المواطن مفتاح. ايوه عندي ايوه عندي. أبو شوف حشرنا كده. إن شاء الله. الله يعينكم والله الله يعينكم. هذا منزل أحد المواطنين. إيه هذا بيتي. في العامرة. داخل عنهم في البيت. هذا في المنزل حاليا. طبعا استأذننا من مواطن أن نصور. وأعطانا الأذن. وهذا الحالة. شوف لاحظوني. شوف كيف التجمعات. بعد دخل